مرحبا عين الزبائن، اليوم عندنا أرخص تابلت بذاكرة 128، نعم سعره 150 دولار، ذاكرة 128 ورام 6 في ضمان، سنة صيانة وبرمجة. يجي التابلت ويا لاصق زائد كفر داخله بالعلبة، هذا اللاصق زجاجي وهذا الكفر، كفر دفتري. مواصفات التابلت: شاشة حجم 10.1، ذاكرة مثل ما ذكرنا 128، رام 8، بطارية 6580، وبكاميرا أمامية وخلفية، الأمامية 8 ميجا بكسل والخلفية 13 ميجا بكسل. محتويات العلبة: يجوا يا شاحن فقط، الشاحن والكيبل، وهذا الدبوس مالت الشريحة أو مكان الرام. تابلت هذا شكله، حجمه مناسب، وشكل التابلت نشيلون الكفر، هذا شكله. تقدرون تحصلونه موقع الشركة مثل ما ذكرنا، 150 دولار، العنوان شارع الجزائر قرب جامع الموسوي.